السلام عليكم and sisters, I'm Sandra Aziz, and today we're reciting Surah Al-Maghashiyah. Now we'll get started. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس له طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزربي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إن أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذب الله عذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. I hope you guys enjoyed this video. Please like and share. Assalamu alaikum.